وريني شي واحد نازيه ولا هذا عنده هذا، وريني شي واحد اللي عنده المناضل ولا حتى واحد بقاري فيهم. انا كنعرف الناس المناضلين ولادهم واصلين قاريين خير عنده الدكتوراه هذا، والولاد ديالو ما قاريينش يا اخي. هاد الولاد هذا انا قلت لك عنده الدري الصغير شي شويه قاري، والاخرين ما قاريينش كاع، غير تختار الهضره حاشاك الفساد في بلاد عباد الله. اللي هذا الى هذاك ياسين تاقر شي ربعه البنات ولا هذا الاخر كذلك، والاجرام ويجبدوا السلاح فوسط لابيس فوسط الشارع العام ويضربوا الخماسيات ويطرفوا القرطاس. وهاد المصيبه هادي هادشي راه كلشي عارف هادشي هذا، وداكشي كله كيف كلشي كيتضبط وكيتخبع. والولد ديالو الصغير هاد نضال الطونوبيل يا اخي على الديوانه ما مديوناش مزوره، شدوها في التالي قالوا تلقوا براءه. انا فهمتش انايا هادشي هذا، انا هادو كانوا كيقولوا له غيسدوا براءه، حتى هذيك القاضي نازيه وحكم عليه بما يدلي عليه الضمير ديالو ماشي بالضغوطات اللي كيقولوا له. والمحكمه كلها المحامي ديالي ما توقعش هادشي اللي تواقع معاهم. وغدا ان شاء الله اللي غيدخل غادي نعيط لك ونقول لك رده الفعل شنو فيها ان شاء الله. غدا ان شاء الله راه اللي غادي يجي عندي غنقولها له قدام الموظفين وقدام هذا في البيرو. الله يرحمها. عندي شوف عندي ثقه في العداله وفي القضاء. انا مطمئن ان شاء الله غتكون العداله غتاخذ المجرى ديالها. اذا ستتوقع الاربعاء شنو تتوقع يعني كنطق؟ كنتوقع غيتماطلو غيردوها مداولة. انا كنقول لك التوقعات ديالي. انت تقول انه تايق في العداله وفي نفس الوقت تقول انه غيتماطلو. لا المحاميين كيجيبوا ورق كيجيبوا اما حجاج راه السيد مريض راه في المستشفى ما يمكنلوش يحضر ولا هادشي. انا كنقول لك انايا على ديك خليفه ساعه جايبين شهاده طبيه راه في السبيطار راه دار كسيده راه دار، وما خصهم ديما يديروا. ما يمكنش للرئيس سعاده استاذ ملي كيجيبوا له شهاده طبيه كيشوف تيقول له محامي الله يجازيك بخير راه ما عندوش حاله صحيه ما يمكنلوش يحضر هاد السيد هذا، كيردوا مداوله وما كاين لا هادي ولا هادي ولا هادي. اذا انت تتوقع الاربعاء تكون مداوله؟ انا كنتوقع الاربعاء هذيك المره اللي هبطت هو بس وصابت لتما وقال لي مداوله بقيت غير كنشوف فيها هكا ومصيفطين مور السيد ودايرين السميه مغلوطه ديال واحد اخر معايا في المحضر واقع مع هذيك الطلاح مور اوتيل صغار. نعم هذا ديك الطواج دريس الموقع الطواج دريس مصيفطين يا اخي وما عارفينه في الحبس ديال الثلاثي كناس وما مصيفطيناش سيد على الحبس اللي هنايا ودايرين نواش دريس باش ياجلوا القضيه. بالله السيد راه ما حضرش وراه حنا ما عارف وفايت هبط هو من سبعه من تونس وهبط للمحكمه وبقاو كيعيطوا لنا. قلت لهم هذا درت في الجدرميه قلت لهم هذا راه سميتو الطواج دريس وهاد الناس هادو. انا قلت لكم من البدايه درت في الجندار في رجال الدار قلت لهم هادو راهم غيردوها مداوله هادي راه غير تماطل باش يتماطلوا. انا مصيفطين سميه مقلوبه باش نهبطوها يقولوا هذاك السيد ما حضرش ردوها مداوله. وداك الشيء اللي كان وقلت لرجال الدار قلت لهم هانتوما قالوا لي انت باش عرفتي؟ قلت لهم انا راني عارف شنو انا عارف شنو واقع. هادشي راه باين اخي هادشي راه كيبغيو يضربوا الشمس بالغربال ولا ما نعرف. انا عندي انا كنقول لك انا الكلمه الثانيه هي كنطالب بسيدنا الله ينصرو يدخل في هذه القضيه هذه الله يجازيكم بخير. هذا هو الطلب ديالي الوحيد. انا كمواطن انسان تيحب الوطن ديالو تيحب بلادو تيحب هذا وكنبغي سيدنا الله ينصرو يتدخل في هذا الشيء. انا اذا نشط حقا انا في الحبس انا ربي دار لي مسلك بالخير وانا ربي عافاني شي شويه في صحتي من هذه المصيبه اللي كنت مبني بها وانا ارتحت. ولكن هذا الحبس اللي عطاوني اخي راه ولادي تشردوا فيه راه البنيته كنبغي غير نهضر معاها كتهرب مني ما بقاش تعرفني. البنيته خليت فيها 3 سنين دابا راه عندها يا اخي 7 سنين.
هذاك الشيء ديالهم هما مشى الشهيره ديال شابات العصابه معروف عندنا شابات هو العصابه شاب العصابه وتابعينو العصابه بالجناوب السيوفه وهذا المخير. انا تنقول لك يا اخي ملي نقول لك انا راك تعرفو راه كل شيء راه الراي العام عارف كل شيء هادشي راه باين راه غير انسان كيبغي يتعامى مشى الوقت ديال هذا راه وقت ديال راه الشباب تبارك الله راه طلعوا راه تيتعبوا وهذا راه الناس تتعرف كل شيء راه يمشيو يبحثوا على المسيره ديال الشباب اللي قال لك كان مناضل مين جاب النضال هو السبب ديك المشكل ديال الاضراب ديال مدينه فاس هو السبب ديال ديك الشهادات اللي مدينه فاس دمرت ديك الوقت تاع سيدنا الله يصرف على سيدنا سعد الحسن الثاني الله يرحمه راه هو السبب في هذا الشيء هذا باش يدير بلاصتو. يعني هو كانت يعني كانت تتاجر بسميتو بمطالب النقابات وحاول انه كيتاجر كيتاجر بديك المنصب ديالو كيتاجر به. اخي يا اخي راه الاراضي ديال عباد الله راه داي فيهم النص وراه كيدير هو ولده بحال دابا يا اخي الارض الارض غادي تدخل المجال الحضاري من دابا شهرين كيقول لولدو كيقول له سير شوف شي واحد كيدخل الوسيط معاه كيمشيو كيشريو الارض يقول له خذوا ديك الارض كيمشيو ياخذوا ديك الارض نقول لك ب 1000 ريال ولا بالمتر هو عارف غتدخل المجال الحضاري لان هو اللي مسؤول على داك الشيء كدوز شهر كتولي ديك الارض كتولي كتصور ملايير كتدخل المجال الحضاري هو ما كيبانش في الشاشه كيصيف غير ولدو كيصيفط واحد اخر اللي يشري والمشاريع يا اخي دايرو غير بالسميه ديال نسابو في العائله ديالو شغنقول لك راه داك الشيء راه النابو اللي كيلعب ديك السيد تيقول داك الشيء اللي هذا والفلوس كيهربها لاوروبا راه السيد كان هذا من اين لك هذا هو اللي خصو يسولو من اين لك هذا انا قلت لك المراه تعطيو بالقاعده يا اخي في طريق صفرو جزاها وباعها طراف اللي كانت في السوق ديال طريق صفرو باش باع الطراف ما عرفتش كيف المراه اللي عطاتو ديك المقباره مشات هكا ومشات ما نعرفش شنو وصفت الخبر وجات وبعثت شي دعوه مشى معاها حتى هي شراها وقال لها هذا ورداها بفلوس وعطاها مقباره وحده اخرى تجي سويسرا قال لها انت بغيتي دير اجر هكا مقباره واش اللي هز الموتى يا اخي مدفونين في المقبره راه هزهم واش هذا غادي يكون انسان وقال لك الحرمه ديال الميت حتى تحترم انا ما كيحترم لا حرمه الميت ولا حرمه الحي يا اخي راه شي حوايج اللي ما يجيوكش يا هذاك راه قادر يدير اي حاجه هذاك شوف اش بغاوي هذاك راه شوف هذاك كيتشرع البعيد هذاك النوايا ديالو باغي يولي رئيس حكومة خايف شوف إلا ولا هذاك رئيس الحكومة يا أخي البلاد مشات للزبل أنا نقول لك هكا مباشرة البلاد مشات للزبل إلا ولا رئيس الحكومة أنا تنقول لك الهضرة بالمعقول يا إنسان فاسد راه الشعب عارفه فاسد كل شيء عارفه فاسد كيف يعقل الناس هذا يا أخي يقولوا يدير غير مناظرة يشوف الناس يشوف الشعبية ديالو واش عنده الناس اخي اخي كيلقى غير المجرمين كيجمع غير المجرمين فين مشى كيدي مع المجرمين ديالو تابعينو من فاس من هنا يا اخي وقع غير هكا وقع الضرب وهذا بيناتهم العصابه ديالو هضره جوج كيردو كيضربو راك وقع راك الشيء راك انت في وسط مؤتمر ديالهم ولا ما نعرف ديال الحزب ناضي فوضى بالضرب بالايادي. اذا شكرا لك شكرا لك نكتب بهذا القدر ولا كان شي حاجه وهذا يولي رئيس الحكومه يا اخي هذا كي غيكون هذا البلاد هذا ماشي هو مدينه فاس كلها باعها خصبها كاع كلها ما بالك هذا غادي يشد الحكومه هذا كي غتكون الحكومه ولكن راه كاينين بنات العقلاء كاينين الناس الشرفاء اللي كاينين باغيين يخدموا هذه البلاد راه سيدنا الله ينصرو راه كلشي داير راه كاينين الناس اللي يستحقوا يكونوا هكا اللي يخدموا هذا الوطن اللي كيجيو غير على هذا الوطن وعلى سيدنا
هذا الوطن يا اخي. راه كنشوف غير الرايه ديال بلادي طالعه على رقب يا اخي. الا كنبقى نبكي بفرحه الرايه ديال بلادي طالعه. والله يا اخي ما عنده النفس على هذا. كيقول لك انا عندي النفس على هذا المدينه تاع العتيقه. والله يا اخي ما عنده شي نفس على هذا. كاين عنده النفس على الفلوس والاجرام. وسمح لي يا اخي انا راني مساعد دخل. انا تنقول لك انا راه اقسم بالله يا اخي ما عنده النفس على هذا الوطن. هذاك السيد هذاك السيد فاسد مصالح لا يكون تا ان اخا يا اخي يمشيو يبحثوا. ارى المناضلين راه كيبقى الطارق عنده. يمشيو يقلبوا هاد الطارق ديال هاد الشابات شنو كان. يمشيو يبحثوا ويقلبوا يديروا يشوفوا هاد الشابات شنو كان. ولكن راه شوف ان الله يمهل ولا يهمل. شكرا شكرا شكرا. ربي راه كاين فوق كل شيء. انا اناشد انا كنناشد انا جلاله الملك الله ينصره ويتدخل بهذا الشيء. هذا هو العاديه الرغبه ديالي انا الوحيده اللي خاصني انا. ما انا يا اخي انا تنقول لك غدا تسمعني ما تقتلوني ولا بعد ولا انا شوف انا عارف راسي مستهدف. يمكن غدا يمكن بعد يمكن الشهر الجاي يمكن. لان هذاك السيد انا عارف انا قلبه ما فيهش الرحمه. هذاك اساسا يا اخي هذاك هذاك اكبر كليمينير كاين. اذا شكرا لك. شكرا شكرا. الله يرحم لك الوالدين. الله يجازيك بخير اخي. الله يخليك الصحه. لا شكرا على واجب يا اخي. الله يسهل عليك. شكرا بزاف يا اخي. الله يجازيك بخير.